أهلا بكم، معنا مدافع المنتخب المغربي بدر بنون. أهلا وسهلا بك مرة أخرى. صحيح انتهت الرحلة في المركز الرابع، لكن شرفتم كل المغاربة والجميع السعداء بما حققتم. هل أنتم راضون على هذا المركز الرابع أم كنتم تتمنون أكثر وأحسن؟ لا، احنا كنا كنتمنى اولا اننا نلعبوا النهائي والفوز باللقب، لما لا نظرا للمستوى الكبير اللي دار به المنتخب المغربي. اليوم دخلنا المقابله على هدف واحد، هو احراز ميداليه اللي نقدروا نفتخروا بها السنوات الجايه مع وليداتنا، مع الشعب ديالنا، مع سيدنا الله ينصرو. كنا بغينا نهديو هذه الجائزه، ولكن كنظن بان بدايه ديال المقابله اليوم ما بديناش مزيان على غير العاده، ولكن الحمد لله حتى واحد ما كان كيتوقع ان المنتخب المغربي غادي يبدا البطوله من الاول ديالها وغادي يمشي حتى لاخر يوم ديال البطوله. كنظن هذا الشيء اللي درناه انجاز اللي هو كبير. الان ما باقي ما حسيتش بهذا الشيء اللي درناه، ولكن من بعد اسبوع ولا شهر ولا سنه كنظن بان الكل غادي يتذكر، ولا بعد سنوات طويله الكل غادي يتذكر هذا الانجاز الكبير اللي داره المنتخب المغربي. كنظن بان ماشي سهل على اي منتخب عربي في كؤوس العالم الجايه على انه يكون في مقابله ديال الترتيب ولا النهائي. حنا كنا قاب قوسين اننا نمثلوا العرب والافارقه. ما بغيش ننسى على انني نشكر جميع الشعب العربي اللي كان دائما في ظهرنا، الجمهور الافريقي، ولكن الشكر الكبير للجماعه المغربيه اللي كانت متواجده هنا في قطر ولا في جميع انحاء العالم. كنا كنشوفوا لي فيديو، صراحه الفرحه الكبيره ديالنا هو اننا ملي كنشوفوا ناس كبار، ناس مراد، ناس دراري صغار كيبكيو، هذا هو الهدف ديالنا. الحمد لله. بالنسبه لي انا غادي نهضر لك على واحد الحاجه اللي شخصيه، كنظن من هنا الاربع شهور ولا هذا كنت كنفكر انني نحبس الكره. الشكر الكبير كيرجع لهذا السيد اللي كان خلاني واحد من بين الابطال اليوم، اللي اليوم كيشرفوا الرايه ديال المنتخب الوطني. دزت من فترة صعيبة، ولكن ربي دائما كيعاودك في شي حاجة اللي مزيانة. الإيمان ديال ربي كان كبير، والدور ديال العائلة ديالي الكبيرة ولا الزوجة ديالي كان مهم في واحد المسار ديال الحياة ديالي. أنا اليوم أكثر إنسان سعيد لأنني دخلت للتاريخ ديال اللاعبين ديال المنتخب المغربي. كنبغي نشكر أي واحد وقف معايا في هذيك الفترة لأنني كنت محتاج تسافري، لأنك ماشي ساهل. كتنعس بالليل كتفكر واش غدا غادي تصبح تشوف ولدك ولا لا، هادشي كنت كنعيش. ولكن حتى واحد ما قدرت نقوله لي، حتى الناس اللي قراب ليا، مراتي، ولادي، ولكن ربي كبير الحمد لله. أنا اليوم كتجوز مع بلادي، صرف لي أنني اليوم من بين هذا الجيل الرائع. كنبغي نشكر كل واحد ساهم في الإنجاز الكبير، لاعبين، ستاف، جامعة، سيدنا الله ينصرو اللي كان دائما على اتصال بالمنتخب الوطني، والحمد لله. فخورين بكم، فخورين. يخليك خويا عمين. شكرا جزيلا. ما نساوش شكرا لدولة قطر على التنظيم الكبير الصراحة اللي شرف كل العرب، ملاعب في المستوى، أماكن اللي ممكن يروح لها الناس اللي استمتعوا، اللي كانوا واخدين واحد النظرة خايبة على قطر. اليوم كنظن بأن الكل غير رأيه. احنا كنفتخر بان احسن كاس العالم داز. شكرا جزيلا. عوده اليكم من جديد بعد التصريح المؤثر لبدر بانون. هذه دموع غاليه علينا جميعا. بدر وكل اللاعبين يجب ان يرفعوا رؤوسهم عاليا وعاليا جدا، ما حققوه يدعو للفخر في كاس العالم هنا في قطر، اليس كذلك؟ اكيد، وانجاز كبير، ونحن مفتخرين بهذا الجيل، بهذا المنتخب. وصراحة ما قدموه فهو فوق كل التطلعات صراحة، بإيمان، بشجاعة، بقدرة على تفوق على التعب في بعض الأوقات، لأن واجهوا منتخبات صعبة جدا. قبل ما أتحول إلى حسين ياسين بعجالة، سمعنا أن لوكا مودريتش ينهي مشواره مع المنتخب الكرواتي ويبقى يواصل عادي جدا مع ريال مدريد.
ما ردوا ذلك لأنه سيركز على ناديه، وطبعا بسبب الانتقال والرحلات والضغط الموضوع عليه في هكذا عمر، لا أدى ما عليه مع المنتخب الوطني، والآن سأركز على ناديه ولدي الحق في القيام بذلك. لقد قدم الكثير بالنسبة لكرواتيا، هذا اللاعب، الكبير والمحنك شرف منتخبه على أحسن ما يرام. نشكرك يا لوكا مودريتش، لقد كنت لاعبا رائعا وقدمت الكثير إلى منتخبك، وليس فقط لنا ومن هذا. لوكا مودريتش طبعا يحيي ويعانق كل المسؤولين على أرضية الميدان. ما تبقى من جماهير هنا على أرضية الملعب في المدرجات ما تزال تحتفل بختام هذا المشوار الكبير لمنتخبها، الجماهير الكرواتية بالميدالية البرونزية، والجماهير المغربية أيضا عزيز تحتفل بهذا المركز الرابع التاريخي مع بعض الحزن للخسارة بالتأكيد. أظن بأن المنتخب المغربي صحيح اليوم خرج بدون ميدالية، ولكن هناك ميدالية كبيرة جدا أخذها، وهو حب الجماهير العربية وحب الجماهير أيضا الغربية أيضا اللي تعاطفت مع المنتخب المغربي لما قدمه من أداء. لكن كان عندي رسالة أريد أن أوصلها من الجماهير المغربية. كانت هناك وردة، وهذه هدية للشيخ تميم بن حمد، الشكر لدولة قطر وبقيادة الشيخ تميم بن حمد على حسن الاستضافة. بارك الله فيكم. وجماهير مغربية هي تهتف لنا تشوفني نعطي الوردة، ووردة أخرى لجلالة الملك محمد السادس على قيادته الحكيمة للبلد ورعايته للرياضة المغربية. وشكرا للجميع. الجماهير المغربية تشكر كل التغطية أيضا وبين سبورت، كل القائمين واللي صراحة سهروا على تغطية هذا المونديال. لم يكتمل المونديال، ليس فيه هناك مباراة نهائي بكرة إن شاء الله، لكن المنتخب المغربي خرج كبطل من هذا الكأس العالم. كان ينقصه بعض الشيء لكي يذهب أكثر بعيدا وبعيد، لكن هذه تأتي مع الخبرة. كان هناك تعب، كان هناك عياء، كان هناك أيضا بعض الإصابات التي آلت دون أن يذهب المنتخب المغربي بعيدا. وهذه الكرة نصفق للمنتخب المغربي ونقول له برافو، ديما مغرب، وإن شاء الله أيضا المنتخبات العربية الأخرى تقتدي بما فعله المغرب في هذا كأس العالم. وهذا هو الغرض منه، أن نرفع من سقف التحدي. هنا لا شيء مستحيل في كرة القدم، يكفي الاستثمار، لازم الاستثمار في كرة القدم، في الرياضة، في تونس، في مصر، في الجزائر، في كل هذه البلدان العربية إن شاء الله يستمر في لكي تنهض بالرياضيين. هناك رياضيين يحتاجون فقط إلى الدعم ولا الرعاية. بما أن احنا اليوم خرجنا من المباراة، يعني لا داعي لنحلل بالتأكيد في الأمور الفنية، خلاص يعني صراحة بالتأكيد بطبيعة الحال هذا المسيرة المنتخب المغربي كانت كبيرة كبيرة جدا، يستحق استقبالا يليق بالأبطال. عمليا مع الخسارة في هذه المباراة كانت هناك بعض الحسرة بكل تأكيد، مع الفرحة الكبيرة على مجمل ما قدمه للمنتخب.